مرحبا، يوم جديد ومجموعة أخبار جداد من عالم السوشيال ميديا رح نتعرف عليهم بالدقائق الجاية بهالحلقة من لوجين. وبالبداية ليتس لوجين على تويتر. البداية رح تكون من المغرب العربي، مع الاهتمام المستمر والمتزايد عربيا بقضية الطفل ريان يلي دخلت مرحلة أخيرة وحساسة حسب ما عم تتناقل عناوين الصحافة بالساعات الماضية. بآخر تطورات الموضوع، فابن الخمس أعوام العلق بأحد الأبار الضيقة بالمغرب من 3 أيام تقريبا لحد اليوم بعد ما سقط فيه بغفلة من عيون والديه، أدى انهيار ترابي لا توقف مؤقت لجهود فرق الإنقاذ المغربية لانتشال ريان العالق من يوم الثلاثاء الماضي قبل ما تعود عمليات الحفر لتسابق الزمن لإنجاز المرحلة الأخيرة والأكثر حساسية لإنقاذ الطفل. وتوقفت الجرافات عن الحفر بعد الوصول لمستوى وجود ريان، وراح يكمل الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول له وإخراجه. وعم تواصل الفرق إمداده بالمي والطعام والأكسجين وسط تأكيدات عائلية بأنه ريان ما يزال عم يتحرك داخل البئر، خاصة مع القدرة على تصوير مقطع فيديو جديد من داخل البئر بيأكد انه ريان ما زال على قيد الحياة. وايضا ما زالت مواقع محلية كثيرة مستمرة ببث وقائع عملية الانقاذ بفيديوهات مباشرة عم يتابعها مئات الالاف من المشاهدين بمختلف مناطق العالم العربي وسط امال وتمنيات بنهاية سارة. رح اترككم مع المشهد للحظة انهيار الجزئي للتربة اللي صار مؤخرا واوقف عمليات الحفر الالية بمكان الحادث. ديرو بطبيعة الحال للأسف الشديد نعتذر. الله 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 أكبر. طلبوا الله، طلبوا الله السلامة أكيد، طلبوا الله السلامة أكيد. جراف التربة خطير. ومع تمنيات أكيد بنهاية سارة لهذا الموضوع وهذا الخبر، رح نروح لتاني أخبارنا بحلقة اليوم اللي مكملين في مرة جديدة أيضا على تويتر. بهالخبر رح نبعد عن الأخبار المتداولة على تويتر كأخبار، ورح نروح لنحكي أكثر عن المنصة بحد ذاتها والتحديث الجديد يلي عم تستعد لطرحه أمام المستخدمين. بسنتين الأخيرتين شفنا تويتر عم يقوم بتبديل جلده أكثر من مرة مع إدخال إضافات عديدة ما بتشبه الفكرة الأساسية والأولية من إنشاء الموقع، وهي كونه مكان للتدوينات الصغيرة. وشفنا أكثر من ميزة وتحديث فاتوا على الخط بمحاولات مستمرة لإنعاش تويتر بالمنافسة الشرسة قدام تطبيقات تانية مثل إنستغرام أو تيك توك. وبالوقت اللي كانت أهم ميزات أو الصفات الخاصة بتويتر هي حد عدد الحروف بالتغريدة الواحدة ب 140 حرف فقط للتشجيع على الاختصار والتكثيف بالكلام، قام الموقع بتوسيع هالعدد ل 280 حرف بالعام 2017. وعلى ما يبدو حتى هذا الحد رح يتم تجاوزه ويمكن الاستغناء عنه حتى بالفترة الجاية. بحيث نشرت احدى الباحثات التقنيات المتخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها على تويتر صورة لعلامة تبويب جديدة عم يحضر تويتر لإلها تحت اسم تويتر أرتيكلز أو مقالات تويتر، يلي بتيح كتابة مقالات طويلة غير محدودة بعدد محدد من الحروف، ولكن ما كشفت إذا حتكون هاي الميزة متاحة لكل المستخدمين أو بس رح يتم طرحها على نطاق الحصري ضمن خدمة تويتر بلو يلي هي خدمة مأجورة عند الناس. تويتر من ناحيته ما أنكر هالتسريبات وقال إنه عم يسعى على أفضل خدمة ممكنة وتجربة قدام المستخدمين، والتفاصيل الموضوع رح يعلن عنها بشكل رسمي بالفترة القريبة الجاية. ما بضل بحلقة اليوم غير خبر أخير بالختام، رح نعمل لوج إن على إنستغرام. الختام رح يكون من مصر وتحديدا مع الفرعون محمد صلاح وحسابه على انستغرام بعد الفرحة الكبيرة اللي عاشها الجمهور المصري بساعات ليل امبارح. انهيت مصر حلم الكاميرون بتتويجها كلقب او حاملة لقب كأس امم افريقيا على ارضها بعد ما اقصتها امبارح من الدور النصف النهائي بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي على ملعب اولمبي بالعاصمة ياوندي، لا تضرب موعد مع السنغال بالنهائي يوم الاحد الجاي اللي راح يحدد حامل الكأس بهالنسخة من بطولة امم افريقيا المليئة كانت بالاحداث الغريبة وغير المسبوقة من قبل يلي كنا عم نشوفهم بحلقات لوجين. بهالمباراة طبعا امبارح كان كمان في حضور ودعم وحب كبير على السوشيال ميديا. على تويتر شفناه لحارس المنتخب المصري محمد ابو جبل من قبل الجمهور بعد الاداء اللافت اللي قدمه بحماية مرمى مصر خلال ركلات الترجيح. فيديو احتفال محمد صلاح مع باقي زملائه من اعضاء
المنتخب بعد انتهاء المباراة. وكان نشر النجم المصري على حسابه على انستغرام كان له ضجة ووقع لافت عند المصريين نظرا للحماس والطرف العالي اللي ظهر فيه اعضاء المنتخب بهذا الاحتفال قبل توجههم للمباراة الختامية يوم الاحد الجاي يلي من الممكن بحال الفوز تعيد مصر للقب بطلة افريقيا مرة جديدة بعد ما غابت عنه من سنة 2010. ولهم نكون خلصنا جولة لوج إن وخلصنا أخبار حلقة هذا اليوم. أنا برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بحلقة جديدة ومجموعة أخبار جداد من هون لبكرة. ضلوا بألف خير. Let's log out. سلام. Yeah.